مساء الفل واهلا بيكم في حلقه جديده من الحكايه فيها هي. كل يوم في رمضان عندنا ضيف جديد ونجم جديد بنعرف حكايه هي في حياته، ونجمنا النهارده غير اي حد تاني. لازم اقول لكم الاول انه شكسبير وصفها بانها كوكب بيستنير بيه الراجل ومن غيرها بيبات في ظلام، اما فولتير فشاف انها اتخلقت عشان تحسسنا بمعنى الحياه، فهي مثال الرقه والكمال. توفيق الحكيم كان ليه راي تاني خالص، قال عقلها لو دبل ومات دبل عقل الامه كله ومات، ولان هي مكونه المجتمع مش بس نصه، ولان هي العظيم ورا كل راجل. هنعرف النهارده دور هي في حياه نجمنا اللي منورنا النهارده. نجمنا نجم مميز جدا جدا، كلنا حبيناه. عايزين رومانسيه هتلاقوا بيغني لها، عايزين دراما هتلاقوا بيغني لها، متنوع وصوته بيقدر يؤدي اي نوع من انواع المزيكا. نجمنا اللي احنا بنحبه جدا ومفتقدينه، الجميل المتالق دايما النجم خالد سليم، منورنا. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. وانت طيب يا رب شماء، وبالف صحه وسلامه، وكل المستمعين بالف صحه وسلامه، والمشاهدين كمان. النهارده عايزين نعرف دور هي في حياتك، واحنا عارفين ان احنا هي ليها تاثير كبير جدا جدا، بس لو اتكلمت على اول هي في حياه خالد سليم ما نقدرش نغفل دور ماما. قولي تاثيرها ودورها في حياتك، خلتك بقى نجم كلنا بنحبه وبنتابع اخباره لغايه دلوقتي. ماما ربنا يديها الصحه يا رب ويخليها لي. هي طبعا من اول المشجعين ليا، هي وبابايا الله يرحمه، طول الوقت بتحفزني وطول الوقت بتشجعني ان انا استمر في ان انا اسمع كتير وان انا اغني كتير، وان يكون الموضوع بالنسبه لي بشكل زي ما تقولي جد، مش بس مجرد هوايه. حببتني في الموضوع اكتر. هي كمان يعني برضو ودنها وودن بابا يعني حلوين، لدرجه ان هم كانوا بيسمعوا كل الاغاني وكل الجيل اللي هو يعتبر اللي هو الجيل القديم الجميل، العمالقه كل ده انا اتربيت عليه بسبب ان هم كانوا بيحبوا المزيكا دي وبيفضلوها يعني. فالحمد لله مع الوقت بدا الاهتمام بالنسبه لي انا يزيد كمان، من غير ما يكون في اي تاثير من اي حد تاني، بس دايما بلاقي التشجيع، دايما بلاقي الاراء اللي بتتقال لي بعد ما بخلص كل حاجه بعملها، فدايما مشجعيني. ايه الصفه اللي ورثتها من ماما؟ ماما حبيبه قلبي، هي صبوره جدا وحموله جدا، فانا طلعت كتوم جدا. بس العرب مش كتوم قوي يعني. لا ده كتوم خالص، ده صندوق اسود. على مزاجه على فكره يعني، عشان الناس تعرف احنا بمزاجنا. لا هقول لك، احنا العقارب دايما بيبقى ليهم كومفورت زون، في حد معين او مجموعه 2-3 ماكسيمم ممكن يكونوا اقرب ناس اللي يقدروا يخشوا ويشوفونا على طبيعتنا قوي، انما طول الوقت احنا بنبقى باينين اقوياء، ومع اننا ممكن نكون من جوه تعبانين جدا. فماما يمكن هي بتستحمل قوي، يمكن خدت منها ده. ماما حنينه جدا جدا جدا، وبتحب الناس كلها وبتحب تساعد الناس كلها، فدي برضو حاجه الحمد لله موجوده عندي. لو سالتك ايه اكتر نصيحه دايما بترن في ودانك من ماما، ولغايه دلوقتي لما بتبقى متعرض لموقف معين بتفتكر النصيحه دي؟ دايما كانت بتدعي لي دعوة مهمة جدا، يمكن هي دي في حياتي من الدعوات المهمة قوي، ربنا يعليك ويوطي نفسك، يعني اعلى وربنا يعليك وتبقى أحسن واحد في الدنيا، بس في نفس الوقت نفسك تفضل موجودة مع 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 الناس معايا. نصيحة للتواضع جامدة جدا طبعا، دي مهمة جدا جدا، ودايما دايما بتدعي لي بقى دعوات كتيرة جدا، يعني تحقيق يحبب فيا بقى الخلق كلهم والحصى في الأرض، ويعني كلام مش يعني من كتر ما بحبه يعني ما بقدرش انساها ابدا. طبعا احنا بما اننا في رمضان فسفره رمضان ملهاش حل، دايما ليها طابع خاص، وخصوصا لما تبقى من ايد ماما، ففي اكله اكيد من ايد ماما دايما في رمضان بتبقى وحشه خالد سليم، ايه هي الاكله دي؟ بما اننا بقى في الشتاء دلوقتي فطبعا شوربه العدس دي مهمه جدا. كل انواع المحاشي مثلا، يعني الورق عنب والكوسه بالذات بحبهم جدا. انا بحب اكتر حاجه يمكن بحبها ماما بتعملها مثلا الكشك. يا سلام، يعني دي كمان مش اي حد بيعرف. وعتنا قبل الفطار. لا فماما دايما بتبقى حريصه جدا يكون في تنويع في السفره. واكتر الحاجات اللي بحبها برضو الفاصوليا، اللي انا كنت وانا صغير كنت اقول لماما انا عايز صافوليا مش فاصوليا. خالد سليم يا جماعه بيحب الصافوليا. طب بما انه ماما اكلها حلو جدا، وبعدين اتجوزت ست جميله رقيقه شيك جدا جدا، هل خيريه طبخها زي طبخ ماما؟
بصي خلينا نبقى صريحين. خيريه خيريه ولا عيش عشان تبات في البيت؟ لا هي عارفه ان انا خيريه شاطره جدا في الاشراف، انما هي ما تعمل يعني بتوجه وتعرف تقول لهم، تقول للطباخين اللي عندنا يعملوا ايه، انما هي ما بتخشش خالص. لان لما دخلت في مره قلت لها ايه ده انت ريحتك ريحه اكل، لا ريحتك يعني بقت ريحه اكل يعني. قلت طب خلاص والله ما انا داخل المطبخ تاني. انت السبب، انت اللي عملت في نفسك كده. طبعا هو على فكره الاشراف اصعب بكتير من انك تعمل بنفسك، يعني انها تظبط المود كله. كلنا عارفين انه خيريه مش بس بتشرف في البيت، هي كمان ليها دور كبير قوي في حياه خالد سليم. هنعرف كل الكلام ده بس بعد فاصل قصير، ونرجع بقى نعرف امتى اول مره دق القلب، وليه خالد سليم اختار خيريه بالذات دون عن كل بنات الدنيا كلها. هنعرف كل ده بعد شويه، خليكم معانا. رجعنا لكم مرة تانية والحكاية فيها هي، ومعانا النهاردة نجم كلكم بتحبوه خالد سليم، وعرفنا دور ماما في حياته بس تاني هي في حياته. عايزين نعرف امتى اول مرة دق القلب عامة. طيب في الجامعة يعني طبعا. في الجامعة ده انت متأخر قوي خالد. اللي فات ده كان يعني كان لعب عيال طبعا، كان حاجات يعني عيال صغير يعني. عايزين بقى ايه اول مرة دق القلب بقى بجد مع خيرية، حصل ايه؟ بس نرجع بقى يا معلم للموضوع. اول مرة تقابلنا فيها كان اعجاب عادي يعني، اللي هو لذيذة ولطيفة، شخصية حلوة وشيك، بتعرف تتكلم مع الناس كويس، متربية كويس، متعلمة كويس، ففي اعجاب لذيذ. فتاني مرة عادنا بقى تكلمنا، ففتحنا الموضوع وتكلمنا ورغينا كتير، فابتديت بقى احس ان لا ده في بني ادم جميله قدامي، لذيذه وكل تفاصيلها حلوه. ايه اكتر صفه بتحبها في خيريه؟ هرجع واقول لك انها قد المسؤوليه جدا. جدا مش غيوره. ممكن تلفت انتباه الحاجات بس مش بالطريقه بتاعت الغيره المفرطه يعني، الغيره المزعجه. وايه اكتر صفه بتضايقك في خيريه يمكن لما تسمعنا وتشوفنا تركز بقى وتبطلها؟ لما اكون مثلا نايم وبصحى مثلا على ان بلاقيها مثلا بتزعق كده للي بينظفوا واللي بيعملوا. ليه بقى؟ عشان في حاجات معينه بتبقى قالتها لهم 100 مره وبيعملوها تاني، فبتبقى المواضيع صعبه جدا. فساعات بحس انها شويه يعني بقول لها روقي يعني، ما تضايقيش نفسك قوي للدرجه دي، فهي شويه ممكن تتعصب سن على الأغبية. طب انا عايز اسالك سؤال بقى دلوقتي. في بنتين ودايما الام مسؤوله اكتر عن التربيه، مين فيكو بيزعق اكتر، انت ولا خيريه؟ هي خيريه برضو ساعات بتبقى هي اللي بتقفش عليهم. انا ملاحظه ان انت رامي كل حاجه على خيريه بقى. لا استني. وانا اللي بطبطب، وساعات العكس، ساعات انا اللي ببقى شادد عليهم قوي وخيريه ترجع تهدي الموضوع. لازم حد يشد وحد يرخي، ده بالاتفاق ولا بتبقى على حسب الموقف؟ حسب الموقف، في حاجات بتبقى هي اللي المفروض تتكلم فيها، وفي حاجات ببقى انا اللي واقف فيها، فاهمه؟ فبنسويتش، بنعمل زي بنبدل كده. طبعا لازم يبقى في عقاب. زمان كان بيقول لك اهالينا كانوا بيعاقبونا بطريقه مختلفه، يعني ماما كان في دايما الزغره، النغزه، العقاب، الشبشب الطاير، الحاجات دي كلها كانت بتحصل زمان. دلوقتي بيقولك لا، لازم التربيه الحديثه عشان ده بيأثر على نفسيه الطفل وانه يطلع طفل مستقل وعنده شخصيه وكل الكلام ده. بتعاقبوا الولاد ازاي؟ ولو هرجع بيك شويه تقولي انت كنت بتتعاقب ازاي. لا احنا كنت بتضرب انا واخواتي. عادي جدا. شبشب ولا ايه وسيله العذاب؟ اي حاجه بقى جنبها. وبابا طبعا الله يرحمه كان شديد علينا بصراحه، بس هو طلع رجال يعني الحمد لله. العقابنا احنا لبناتنا دلوقتي بيبقى انها تقعد في اوضتها لفتره معينه. ان طبعا في قبل العقاب بيبقى في حوار بيننا وبين بعض بيفهمهم ويأكد لهم ليه هيتعاقبوا، يعني هيديهم السبب. العقاب عندنا دلوقتي ما بقاش ضرب خاص، لان ده بيهز ثقة الطفل في نفسه وبيخليه شخصية مهزوزة، بيكبر مهزوز، فلازم يكون عنده الثقة في نفسه وما يبقاش ما يتهنش بالشكل اللي هو اللي يمكن كان زمان بيحصل. اكتر صفة بتحبها في هي بتلفتك في اي هي تقابلها في الحياة عامة؟ الرقة، الاهتمام بنفسها وبشكلها وبطريقتها واسلوبها مع الناس. فاحب دايما ان البنت تكون ليها شخصيتها وموزونه كده وتعرف ازاي تتعامل مع الكل. طب اكتر صفه بتستفزك في هي، يعني بتحس انه ما ينفعش هي يبقى عندها صفه دي؟
بشكل عام يعني البنات اللي بيأفوروا قوي في اللبس وفي الميك اب في اوقات غلط، اللي بيروحوا الجيم وعاملين فول ميك اب ورايحه، ما انت رايحه تعرقي وتشقي، مش رايحه سوري يعني مش رايحه تتجوزي او تشوفي عريس. ايه الاله بقى هي يعني المؤنثه اللي بتطرب خالد سليم؟ الآلة ممكن أقول لك مثلا الكمانجا، بما أنها مؤنث فالكمانجا صوتها رائع، خاصة لو كان حد بقى عازف شاطر يعني يقدر يسلطني. طيب لو أنا طلبت منك تنصح كل هي بتسمعنا نصيحة، إيه هي؟ هقول لكل هي بتسمعني وبتشوفني دلوقتي، ابقي نفسك أكتر ما تبقي أي حاجة تانية ممكن تكوني شفتيها ترند أو شكلها ممكن يكون ملفت. دايما الانسان الحقيقي بيوصل قوي، بيوصل للقلب. الانسان الفيك او اللي بيبقى بيتصنع بيبقى فيه ناس كتير جدا هارشاء قوي وواخده بالها وفاهمين ايه اللي بيحصل. فخليكي نفسك زي ما انت. عايزين نعرف بقى جديدك بقى، عشان كلنا عايزين نطمن عليك ونعرف بقى بتحضر لنا ايه الفتره الجايه دي. انا عارفه يا جماعه في حاجات جامده قوي قوي وهو مش راضي يقولها، بس هيقول لنا حبه دلوقتي. عندي اغنيه رومانتك جدا ان شاء الله هتنزل قريب جدا جدا، وهصورها، هعمل ميوزك فيديو كده سيمبل لذيذ مختلف. الأغنية من كلمات أحمد شتا وألحان أحمد يوسف وتوزيع لكريم أسامة. الأغنية دي بجد يعني براهن عليها كمان كأوديو وكفيديو. إن شاء الله كمان في أغنية تانية هتنزل بإذن الله يمكن بعد رمضان، بما أن رمضان إن شاء الله هيكون في شهر 4، فكانت هتبقى لسه الدنيا برضو فيها شوية شتا أو برد. بس أغنية دراما بشكل فظيع اسمها دمر حياتي، دي كلمات وليد الغزالي ولحن مصطفى محفوظ وتوزيع فهد، دي هتبقى خطيرة إن شاء الله. هو في حد ممكن يدمر حياة خالد سليم؟ الحمد لله لا، باللي أنا وصلت له ده والأسرة الجميلة اللي أنا فيها دي، بحس إن إحنا بنقوي بعض ببعض يعني، كلهم دول سندي يعني خيرية وبناتي هم السند ليا، ربنا يخليهم ليا. وطبعا دعوات مامتي ومحبة كل الناس اللي بيحبوني يعني، دي برضو نقاط قوة في حياتي. بس في ناس ولاد لذينة وحشين في الحياة ممكن يدمروا حياة أي حد. ربنا يحفظك ويحميك أنت وأسرتك، إحنا سعدنا جدا بلقائك، كل سنة وإنت طيب ورمضانك كريم ودايما متألق وناجح، وبتسعدنا وبتطربنا بكل أغاني الحلوة اللي بتقدمها. متشكر يا حبيبتي، ربنا يخليك ونورتي الدنيا وكل الناس، طبعا بقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة، بكرة في نفس الميعاد حكاية جديدة، والحكاية فيها هي.